السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أمي إيش فيها؟ ما له دخل. نبع الحنان يمه، شلونك يمه؟ قوم انقلع عني، روح ما بشوف وجهك. انا ايش دخلني يمه؟ انا تعبت وشقيت وربيتكم احسن تربيه، ولا واحد فيكم سند لي. يا ابو علي، ولو جبنا بنت بدل جمال ما كان احسن؟ يمكن كان اهتمت فينا. هذول عيال 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 اخر زمن، ذولا لا يهمونك. يعني بعيد عن كون كلامك صحيح يعني على موضوع جمال، بس ايش من يعني ايش صاير؟ شوف، صاحبتي ريما ولدها يدلعها ويوديها وياكلها وده احسن مطعم، واكلها فوتوشوب ولازونيا، وانت ايش جبت لي؟ ولا شيء ما شفت منك. يما يما يعني طيب، هي اكلت فوتوشوب صح؟ ايوه، بيده كده لقمها. لقمها فوتوشوب بيده؟ ايوه. شوف عندك يما، هو اكلها اوكي. يما انت خربتي المفاجاه، انا اليوم ناوي اوديك مطعم. من امس جالس اخطط وحاجز طاوله فور البيت كله. البسي. جدك؟ والله البسي، بنروح اليوم يما. تفضل. طب اسمع، كلم اسف يجي يصلح الغرفه، انا كسرتها. ليه ليه نبع الحنان؟ ليه يما؟ ليه؟ طب كلميني، قولي لي تروحين مطعم بدل ما نكسر غرف البيت صح؟ لان انا مدير تسويق، انا مو مدير جوجل. يما الله يسعد. يا جماعة، أنا اليوم أحلى يوم في حياتي. طيب أنا مرة مبسوطة، اليوم عيد ميلادي يعني ماني عارفة إيش حيسووا كذا. في تخيلات كذا تجيني، مفاجأة كبيرة، حصير مفاجأة مرة كبيرة وما بنصدم. يعني حاسة إنه بيصير عيد ميلاد تاريخي ما قد صار. تمام. تجهز اليوم بروح مطعم العشاء. أوكي طيب، ماشي أوكي. كويسة؟ إيه تمام، دحين حد بس يلا. بروح كم مشوار وبرجع. هاي جاهزي بسرعة بس. طيب أوكي. طيب يلا يلا، يطلع لي. أسوي نفسي ما أعرف. أوكي، لازم أسوي نفسي إني ما أعرف إني جاي عيد ميلاد. طيب أنا بينت. يعني شوف، أنا أقول لك على حاجة. اسمع، على الساعة 8 كذا ونروح كلنا. ها خلكم جاهزين. طب ترى يمكن عبد الرحمن ما يروح، لأنه عنده هرجة. عندك هرجة؟ ايوه، انا عندي هرجة مع شمال. انا وشمال ما نروح. انت ليه ما قد وديت امي؟ كان وديها علي. يعني امك يا اخي، ليه ما قد كذا وديتها مطعم مشيتها؟ ما تبي تعبيها بنزين؟ عجبك كذا قاعدة زعلانة؟ ايش ما تعبي بنزين؟ متخلف انت؟ انت ليش ما قد وديته؟ انا؟ اي انت؟ امك انت، ايش دخلني انا؟ امك انت؟ أمك أنت. أمك أنت. لا تقول لا أمك أنت. ما شفتك تقول هذه أمك، وأنت كل يوم قاعد تطفح معانا وعايش هنا. الحين صارت أمي أنا. ها، لا أمك. أمك أنت. لا تبكي، لا تقول أمي كذا. لا أمك، لا تبكي. أمك. الرجال جالس يقول أمك فعلا. طب أمك أنت. ها، أمك يا عمي. أمك. خلاص أمي. أمك إيه؟ وأمي. أمي دحين. خلاص أمي. لا تضرب. طيب أمك. أمك أنت. خلاص ارجع. لا خلاص ارجع. خلاص اسف. خلاص امنا. امك. ايوه امنا. اسمع دحين، انا عندي فكره مشروع، بس خليهم يطلعوا وانا اشرح لك كل حاجه وحتنبسط. طب ارمي لي المشروع هذا. ليش؟ عشان من بدري كذا اظبط. تعرف ان انا احب المشروع.
ايش بس شوف هاي ما ينفع اقول دحين لانه في ناس في البيت الجدران لها اذن ها لكن بعدين بس هو ليه مستني الناس يعني يبغى الناس تخرج عشان يقول لي انا ابغى اعرف ايش الموضوع لكن مين مشكلة يعني قال لك انا اللي حساعده عشان سواد عيونه والله يعرفها هذا مسكين ده ما يعرف لانه ما هو رائد اعمال الوضع واضح جلي امام الكل عبد الرحمن سمك زينه انا هامور هذا اللي حيصير انا عبد الرحمن ومشروع هضم سمك صغير سينه هو سمك سينه ايش دخلك انت سمك سينه اصلا انا ما حقول القصه اللي فيها لانه انا يعني مسوي كل الليله هذه بس عشان ابغاه يساعدني هو لانه هو يحسب انه هو يضحك عليه لا العكس صحيح انت تنظر الى اللي يضحك على الناس انا اضحك على هذا هامور هامور انت سمك سينا سينا ايش هذا سينا اصلا ايش في سمك سينا كلنا ناكل احنا كل سمك سينا انا بلاستيك اكل في الليل مرات لما نجوع ايش هذا سمك سينا بعدين يعني انا بسوي يا ريت لو عندكم يعني اضافه مقطع موسيقى حزين لانه بتكلم عن عيد ميلاد اختي الناديه اختي ها دحين ركب الموسيقى الحزينه دحين ها اختي الناديه ما حد يفتكر عيد ميلادها ليش لازم دحين في ها 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 يضبطوا لكم الاصوات في بعض يطلع لكم ما حد يفتكر وهذا علي الدبع ما يفتكر بس يلبس شماغ ويقعد يصيح علينا هنا ويكثر كلام بس يروح الدوام حقه يوقع ايش هذا يوقع ليه ما توقع كاك تجيب لنادية عيد ميلاده ليش تنسى ها عشان كذا انا استغل علي هذا الدبع شفت نفسه علي الدبع هذا اخوه انا استغله يساعدني في عيد ميلاد النادية لانه من احنا نحب بعض من احنا صغار هذه اختي ها صح في اختلاف في الشكل شوية يعني عيونها أوسع مني شوية صح؟ بس نشبه بعض صح؟ سلمى جاتك؟ العباية السوداء ليه بسرعة خشي شوفي عبل ما تشوفي كنت رسلت لك صور الباقي أصبري هي شوفي هادي مرة متحمسة سلمى والله ماني عارفة ايش حيصير اليوم البيضة؟ أما جبتك البيضة طب بتخيلوا الكيكة بيضة كيف هيطلع شكلي يعني ألبس بيضة ماشي اسمع والله لسه متقروشة لسه وراي ميك اب وراي ملون أفشي بسويه ما علي وش يعني يقولون فتشيني ما أدري فتشون وما أدري هذه اسمها الحقيقي فتشيني وش فتشيني هذه زي السليق بس عند الأجانب يا ما شاء الله عليك يا مالك موسوعة بالطبخ ما شاء الله تقول النادية ويني ما حد يتأخر هي دخلت تلبس إن شاء الله يا رب تخلص بسرعة قبل ما يجي نص الليل ويروح علينا المطعم وانت يا الحين ما عندك العبات هذه لازم ألبس العباية هذه ريم صاحبتي عمرها ما شافتها علي حتحسبها جديدة معناته قربت تخلص نادية يلا نقوم نتجهز احنا يا ابو علي انت اللي جاهز انا ذوبش ما هو اطلع ما حد معانا يا اخي تكلم يلا جمال عبد الرحمن يلا رايحين المطعم ان شاء الله ايش ان شاء الله انت دوبك بتقولي شكلك كان مره جيعان وكنت حتاكل الطاوله من كتر الجوع انا امي والله طلعت لي شغله كذا وان شاء الله اني اقدر الحقكم في المطعم عبد الرحمن انت معزوم وحتى بدون قطه انا قطة من غير قطة اليوم ما اقدر اروح انا عندي شغل يعني مصر اني اجلس انت مصر انك تروح يلا لمن يروح طب يمكن هذا بيتهم كيف يروحوا هيتكلم برضو ما ينفع اقول لك دحين اخي انت ليش كذا يا اخي خليهم يخرجوا برا البيت بعدين ولما يخرجوا ما حتقول لي حتقول لي ولا لا مشروع انا وانت شراكه خلاص لا تصير امتحان اصبر وين ناديه قربت تخلص خلاص الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وين ناديه وش سويت من بيتي ليه حتى قلت انا اخلص كنت والله كان عندي مشاوير ناديه يلا جاهزه في الوقت
شاء الله. اشتهتي اليوم؟ ايش؟ كاشخة يعني ما شاء الله. طالع حلوة. أنا عرفت لي نادية اشتهدت. هي شافت إن ريما قاعد تصور عيالها مع زوجاتهم وتميلح وكاشخين، ويا الله الفوتوتشيني حقهم سو جريت. Oh my god, the lasagna is just, it's Italian. أي أسري. شف نادية، شف الاجتهاد، شف الزوجة السنعة كشخت عشان أمي تصورها ونقهر ريمة. أنا يعني ما مصدق، إحنا طالعين طلعة عشان نقهر ريمة. ما حد فينا جوعان أصلاً. يلا قوموا يلا مشينا مشينا مشينا. الله معاكم. يلا عبد الرحمن يلا يا أخي. درب السلام حبيبتي. ما أنتوا جايين؟ لا لا. ما نبقى. ما تبون تجون؟ لا. يلا وفرتوا. سوق ولا سوق يبا؟ خلاص خرجوا. يلا يلا. طب يا اخي اسمع دورنا نمشي. طب يا اخي قول لي قول لي ايش؟ ما ينفع اقول لك في الطريق في الطريق احنا متاخرين. متحمس والله. حياك الله عزيزي، نورتونا وشرفتونا. يا رب. عندكم حجز؟ لا والله ما حجزنا. طيب لازم تتصلون تاخذون حجز و ليه احس الوضع يعني لازم حجز؟ خليني اشيك لك بس انت زي ما تشوف والله الطاولات كلها فل. خليني اشيك لك على السيستم واشوف. والله للاسف يا عزيزي قدامكم طاولتين بس. كويس كم 10 دقائق يعني؟ لا ساعة ونص. تنتظرون ساعة ونص بس في غرفة الانتظار هنا؟ ليه انتم ايش على ايش تقدمون الطاولات مساج؟ انتم ما تشوف الطاولات كلها فل والله. تقدرون تشيكون على المنيو هنا و بس لا تكفى ضبط خلينا الحين بشوف لك على السيستم. اي طاولة عادي. اول ما تفضى انا بخبرك ما عليك. الله يسلمك. الله يحييك نورتونا شرفتونا. ضبطنا. ابشر. وسيم الله يسلمك. الله يسلمك احرجتنا. الله يسلمك. تفضل. ها وش يقول؟ ايش يقول؟ شو ساعة ونص؟ نعم؟ والله يقول ساعة ونص. شو ساعة ونص؟ ايش تراني عنها؟ مدحتها حتى قلت لها انت وسيم. يا بختها يا بختها ريما، ولدها ما يخليها تستنى ولا دقيقة. مكان عام احنا يقول. شو اسوي؟ المطعم مو بحقي ترى يعني. طب اقنعتها. اقنعتها مدحتها قلت لها انت وسيم قلت لها تمدحوا لي تمدحوا لي. ولا حجزت ولا شيء. ما حجزت يبا طيب يا الله الواحد يطلعكم وتهزقونا. ايش عرفك انت قاعد اقعد بس انطني انت تعرف شيء اقعد انا اللي اوريك هالحي. ايش ده؟ ايش اللي صار؟ ما حب التهزيق في الاماكن العامه يما. احنا في مكان عام احنا في مكان عام. هالحي وش عندك؟ خلينا نطنطك ساعه ونص. انا كنت بخليها مفاجاه. يا اخي ما يصير يا اخي وين ما انا كلمت ودك قلت لك اول ما تفضل ترد انا بكلمك بس مفاجاه ساعه ونص حلينا والله قديد تتلاقي مع سرعة يلا وين نجلس؟ ايش قال؟ يقول ساعة ونص وتدخلون عادي. نعم؟ سكتت له؟ كذا عادي؟ اي سكتت له لا ما هو عادي يا جماعة في مكان عام الصوت. طيب يما الصوت يما ارجوكي لا يما تعالي لا يما الصوت ولا راح يما خلاص 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 امي ايش حتسوي؟ اسمع الحين شو بتسوي؟ شوف الان ما دام ان امك راحت نبي ناخذ طاوله صدقني مره بالمطار سوت اسوات وجابوا لنا باص خاص ونقلونا الى الطياره عقب ما مسكينا الجبال خلاص خلاص ليل لك لا خلاص خلاص انا ابغى مدير حسن الحين الحين تجيب لي مدير حسن ما استنى قلت لك ما استنى وبعدين تمشي عني يا سلام قايلين لكم قايلين لكم بس ما تيجي الا بالعين الحمراء يا سلام بسم الله يلا اي جهه يما اي جهه اي طرف اليمين انك نستنى بس ساعه ونص افا والله طلعت حق برثياتي ولا ده شفت يعني. انت لو من زمان تعطيني مثال بس الزبده ابغى بارتي لبنت تعال نسال خلاص انا لا اتصرف بعد السلام عليكم كيف حالك ان شاء الله؟ امورك تمام؟ نبغى زينة عيد ميلاد لوحدة بنت. مو انتوا اللي اخذتوا زينة رمضان للبيبي شاور؟ احنا؟ لا انكر 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 لا ما لا احنا ما هذا اول عيني مليانة منكم هذا ايش هذا المكان؟ اول مرة اخش يخلق من الشبح 40 على عيني تعرف حبيبي غريب انت ما ادري الله يسعدك طيب انا بس يعني نبغى زينة يعني عيد ميلاد بنت يعني عمرها كم عمرها؟ كم العمر؟ 37 إلى 50
37.50 ايش في؟ خليها 7 و... ايش اللي خليها بعد شوي تقول له حط جبنه ايش خلينا يعني نطلب عيش احنا؟ طب خلينا نفكر في 7 في الرقم بس خلينا نفكر 47 خليها 37 خليها أحسن. اسمع عمرها كم؟ 37 يا حبيبي انا حتصرف انا حتصرف دين العمر بس و... من 24 ل 29 من 24 ل 29 كيف عرفت انت؟ لانه هذه اعمارنا يعني مو مستحيل تكون اكبر مننا ولا من 24 ل 29 اخر الكلام لو سمحت يا اخوي تفضل ابوي دعوه كل شيء غالي عندكم والله هذه الاسعار يعني ايش هذه الاسعار؟ بطاطس صحن بطاطس بالناشوز 45 ريال ليش؟ يعني انا رحت اشتريت بطاطس كيلو البطاطس ب 10 ريال والناشوز يمكن يطلع الكيلو ب 8 ريال بعدين ولدي يعني ما بيسرق الفلوس يعني ما له بسمع جيب لي سليق اجنبي مليت من سليق مالي خلاص 10 دقائق ورجع لنا 10 دقائق سليق؟ لا لا 10 دقائق وبناديك الله يسلمك الله يعافيك ليه 45 ريال؟ ايوه بس مو معقول يعني خلاص انا بطلب لكم وانا اللي بحاسب انتوا بس كذا انا نبي ننبسط اليوم بس ننبسط ها انا مبسوطه خلاص ننبسط بدون ما كل الطاوله تسمعون احنا قاعدين بس اسعارهم مره خياليه ما راح ندفع بناكل وبنهرب يعني أوكي؟ كويس كذا ما خلاص بس اطلب وش تبون هذا ستيك يبا ستيك لحم طبعا مرقوق وفزيز هذا ما عنده لا بطلب لك الكابوي رب ستيك سايك السلام عليكم يا اخي هذا ثالث محل كيك ايش ما في كيك في البلد ولا ايش للاسف يا غالي عندنا الكيك هنا بالحجز لانه في البكين دائما يكون عندنا ضرب طب اللي ما عنده حجز كيف يشتري كيك في عندنا الكيك الجاهز هذا ايه بس لا كيك صغير انا ابغى تورته كبيره كذا كيك كبيره اعتذر منك بس بالحجز يا غالي طب يعني ما تقدر تكلم المعلم تقول له يعني سوي لهم سفري هذول اصحابي مثلا اصدقائي زعلنا احنا اصدقاء للاسف والله يا غالي ما حتى بالواسطه ما يمشي ها للاسف والله اعتذر منك ايش نسوي طيب ايش نسوي خلاص طيب اسكت انا قاعد افكر الحين سيبني قاعد افكر خلاص علي خلصني يا ليلى رايحين داخل يا حليلهم يا الله توقعت انه الكيكه حتيجي دحين كيف الكيكه تيجي دحين تشبك اكيد الكيكه حتيجي بعد الاكل بعد العشاء اتعشى وانبسط كيف تيجي الكيكه قدرت بنفسك لبيني كنت فاهمه وعارفه عشان تبي تتفاجئي جد كذا أقول لك غالي بكم الكيكة هذه؟ الكيكة عندنا لازم بالحجز أوكي 150 ريال 150 بالضبط لا كمل عندك بس أنا قاعد أطالع بس أتفرج إيوه ما عندك مشكلة أصناف ثانية أكيد إيوه دحين نروح نشوفها حبيبي الله يسعدك ما نبغى نشغلك بس هذه بالحجز ها؟ حجوزات حجوزات زي تذاكر الطيران لازم تحجز عندك تيكت حق حجز؟ اسمع أمسك الباب ايش تبي تسوي؟ تبغى كيكه ولا لا؟ ايش طيب فهمني تبغى كيكه ولا لا؟ ابغى روح امسك الباب انتهى وفكه خليه مفتوح خليه مفتوح ايوه طبعاً كنا جاي والله يلا نكمل for sharing and your meal thank you شكرا علي هذا انا مبسوط ان نادية الشيخ هذا عشان نطلع نراضي امي كلنا بس اسلوبها في علي شكرا غريب عرفها هذه بدايه زعله بس ماني فاهم يعني ما احنا دخلنا المطعم عادي
والله يمكن عشاني طلعت في البنت ذيك، البنت اللي في الطاولة المو جميلة اللي جمالها عادي، يمكن عشان ما سحبت لها كرسي ولا العطسة. نسيت أقول لها رحمك الله كنت قاعد أسولف مع أبوي. ولا يمكن عشان طلبت لأبوي أمي ما طلبت لها. يلا يلا أمشي أمشي يا رب سامحني، أنا ما سرقت يا رب سامحني يا رب. يا ابني إحنا ما سرقنا الكيك، أفهم ما سرقنا الكيك. تقدر تقول اللي سوينا إنه إحنا اشترينا غصبا عنهم بس. إيش هذا قصب؟ إيش هذا؟ يعني حبيبي حبيبي لا مو سرقة، لا أنا شلت الكيك وحطيت مكان الكيك 200 ريال، كيف سرقة؟ فاهمني؟ طب ممكن تمشي لأنه أنت حرامي وقلبك ميت، يعني ما أنت خايف حتى. لسه تقول لي حرامي؟ أوف كمان أوف. طب إيش دحين باقي؟ إيش الأغراض اللي نشتريها عشان عيد ميلاد؟ لا دحين أنت بتسوي على حفلة عيد ميلاد صح؟ أيوه وتبقى أغراض. أيوه وما همك إنه قال لك وناسي الموضوع هذا إنه أهلي دحين جايين البيت، متى حنلحق نسوي عيد الميلاد حقك ذا؟ أنا ما قلت لك يا حبيبي العيد ميلاد هذا لأختي نادية، الأخت النادية ممكن تمشي؟ ممكن تمشي؟ أختك نادية؟ أيوة أختك نادية، المفروض علي زوجها يبلش فيها مو أنا، أنا إيش لي صلاح؟ خليك رجال لمرة واحدة يعني حرامي ومنت رجال، خليك رجال أوقف معي لا تخل عني. ما خلاص خلاص مدام ممكن أنت ممكن تمشي؟ حمشي خلاص حمشي. حرامي أنت حرامي تعرفني؟ أقول لك أنت حرامي مو أنا حرامي؟ هات الكيك. لا لا خلاص هات الكيك برجع المحل خلاص. أنت لا خلينا نرجع المحل. حرامي هذاك حرامي. شوف يا حرامي شوف هنا شوف. طب أمشي 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 لأنه ممكن too much. أنا بدأت أتخش بس يعني أهم شيء إنه علي ما حيكون ناسيني أكيد. علي ما حينسعني إن شاء الله يعني. صحيح ينسى عيد ميلادي مرة كمان. Oh my God. يما هذه هدية مني لك. واو. ساعة ذهب. مو حقيقي ذهب بس ذهب. يعني شكلها ذهب. تسلم حبيبي مرة شكرا. تستاهلين يما. ما أبغى أشوفك زعلانة أبد في البيت. ولد ريما جاب لها ساعة؟ ما جاب. هذه؟ هي ولدي ليا شايفينها ما احلاها فوق عليها تستاهلين يما تستاهلين هذا هذا وفي هديه ثانيه في البيت كل كل احنا كل يومين بنطلع شكرا شكرا يا ليل ايش كل الناس مولوده اليوم هابي بيرثدي حلو هذه يقولها بالاخير هابي بيرثدي ذس جود ذا ميوزك طيبين ماني فاهم يا جماعه والله ماني يعني ما الموضوع صار معقد بالنسبة لي صرت ما أعرف كيف كذا يعني تزعل على أشياء عشوائية نادية أوف ريما مسوي لها ولدها حفلة مرة كبيرة ما خلي ريما ما خلاص طالعين إحنا الحين متعشين وجايب لك هدية عليك من ريما أبغى أشوف أبغى أمشي مع مرتك أمشي مع رجالك إيه هذا قوم شوف مرتك ايش بها قايم ما سويت شيء انا يعني قوم يا رجال وش هالكلام هذا انا ما ربيتك كذا وبعدين الراجل لازم يشوف خاطر مرته روح شوف مرتك ايش فيها يعني الحين وما دخلت قاعد تهزئوني على الحجز والحين قاعد اهليك قاعد تقوموني من لك عشان اراضيها اللي ما ادري ايش فيها هذه الاصول يا ولدي بارني انا مو بعلي هذا مش في حد زعلك أبغى مشي من هنا رجعنا البيت الآن. طيب بس قولي لي طالبين حلا وطالعين تونا. الله مطعم ذا كل شوي. هابي بيرثدي. هابي بير. نادية. نادية. هابي بيرثدي.
انا كلمت المدير قال لي ما حد طلب كيك. يا علي الو مفاجاه هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو هابي نادية. يعني زي ما توقعت انك ما حتنسى عيد ميلادي. سلام طيبة. وانت طيب. حقت الكيك ها؟ اللي بالمطعم. اي اي الكيكة تروح وترجع حس بحقي في الاخير. سويتها في البيت والله انك ممثل. ها؟ حركات حركات سير بعلي. ترى كنت ممثل ايام الجامعة. تذكر باكر ايوه باكر عيد ميلاد والله ما ادري كيف جلست هالجلسه اقسم بالله ما اعرف كيف بس يعني ان شاء الله ما تدري من هندرت انا راح انقبر بهذه الجلسه بالضبط بالترسيمه نفسها بالساعه يعني ما زيت عيد ميلادي شلون انسى عيد ميلادك انت الغاليه انت حبيبتي شو انسى عيد ميلادك مره شكرا وان شاء الله دائما يا رب كده مع بعض يا رب يا رب بلاش تزعلي ايش الفكره دي تسعه ليش تسعه ليش تسعه لما جينا شفناك في الشوفه الشرعيه كم كانت الساعه تسعه نايس توقعت انك راح تفهمينها الصراحه شوي لا ما خطر ساعه مميزه لنا وهذه هديتك طيب افتحها خلاص ايه يلا ايه افتح الهديه